اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. معاكم غاده من قناه سيمبل جي اتش كرافت. يا رب تكونوا كلكم بالف خير وفي احسن حال. النهارده انا جايبه لكم فكره عمل كارت مناسب جدا لعيد الحب، وكمان مناسب ان احنا نهديه لاي حد احنا بنحبه او نهديه لاصحابنا. طريقته سهله جدا، ان شاء الله تقدروا تنفذوها بسهوله، وخاماته بسيطه. كل اللي هنحتاجه عشان خاطر هننفذ الكارت ده، هنحتاج ورق كانسول، وهنحتاج ورقه لونها احمر اللي هي ورقه التصوير بتاع ورق التصوير، وهنحتاج ورقه فوم احمر جليتر، وهنحتاج مقص وقلم، وهنحتاج قلوب متوسطه بالحجم ده. انا قصيتها طبعا، كلنا بنعرف نقص القلوب. ورق الكانسون بيتباع في المكتبات، ممكن تختاروا اللون اللي انتوا تحبوه. انا اخترت هنا اللون البيج، انتوا اختاروا اللون اللي انتوا تحبوه. اي درجه ممكن برضو تناسب مع اللون الاحمر. الورق الكانسون بيتباع منه حجم كبير ويتباع منه حجم صغير بالشكل ده. انا اخترت الحجم الصغير عشان اقدر انفذ الكارت بسهوله ومحتاجش ان انا اقص من الفرخ الكبير. تابعوني في الفيديو عشان خاطر اوريكم ازاي هنبدا ننفذ الكارت ده. اول حاجه هنعملها، انا جبت هنا ورقه كانسون مقاسها 20 سنتي في 30 سنتي، وهبدا اتنيها نصين بالتساوي بالشكل ده عشان تبقى معانا كده. بعد كده هجيب الورق الفوم اللي هو الاحمر، وهجيب اللي هو المقص المشرشر ده، اللي هو بيبقى فيه مقص بيتباع في المكتبات، سعره مش غالي، رخيص. انا اخترته، انتوا طبعا ممكن ما تستخدموهوش، ممكن تستخدموا المقص العادي بس عشان يدي شكل للكارت احلى. وهنبدا كده من على الطرف ورقه الكانسون، وهنبدا نقص كده. المقص المشرشر ده فيه منه اشكال كتير، هو شكله حلو جدا مع الفوم. هقص كده شريطة طويلة، بالشكل ده. وانا هنا جهزت شرايط كم شريطة تانية، قصتهم بنفس الطريقة. دلوقتي هبدأ اجهز شكل الكارت معاكم. هبدأ اول حاجة الزق القلوب، هلزقها كده. مسدس الشمع والناحية التانية هعملها بنفس الطريقة. الكارت ده كمان ممكن يكون مناسب كمان جدا لعيد الأم، هيبقى شكله كمان حلو بالشكل ده. وهبدأ أعمل نفس الطريقة تحت. بعد ما لزقت القلوب بالشكل ده، هبدا الزق اللي هو الاطار بتاعي اللي هو من فوق. هجيب مسدس الشمع واحط كده هنا على الطرف، وابدا الزق الشريطه اللي انا قصيتها. طبعا زي ما انتم شايفين الشريطه اللي قصيتها بالمقص المشرشر ادت شكل احلى لو كنت عملتها بالمقص العادي. طبعا لو ما عندكمش ما ترتبطوش بيه، ممكن تقصوا عادي بالمقص العادي. ده اول جزء. بعد كده هبدا اعمل الجزء ده، هنحط لزق شمع على الطرف كويس جدا. طبعا الزيادات هقصها. الجزء ده نفس الطريقة.
جزء معانا بالشكل ده. ده بقى شكله. بعد كده هجيب هنا القلوب دي وهبدأ اعملها كده في النص زي شكل الوردة. الشكل ده كده بعد كده هحط قلب كده هنا. بعد ما جهزت الكارت بالشكل ده دلوقتي هبدا اجهز اللي هو الكارت من جوه. هجيب اللي هي الورقه الحمراء دي هتنيها نصين كده بالشكل ده وهبدأ أرسم شكل القلب. وأبدأ أقصها بالمقص. معايا القلب بالشكل ده وهبدأ ألزقه في الجزء ده من الكارت. هحط لزق شمس، ممكن نلزقه بالصمغ أو جلو عشان ده ورق مش مشكلة. كده هجيب برضو ورقة أحمر وهبدأ أرسم عليها شكل القلب كده، قلب كبير شوية وقلب صغير، وابدأ اقصهم بالمقص. قصيت القلب بالشكل ده. بعد كده هو على نفس الشكل ده هبدأ أقص كده على الأطراف. وافتحها تبقى معايا بالشكل ده. أوريها لكم على الورقة دي. وهعمل القلب التاني نفسه بنفس الشكل كده. هقص برضو على الأطراف. بالشكل ده. بعد كده هبدأ ألزقهم كده هنا. هفتح القلب ده بالشكل ده وهبدأ ادخله كده هنا مع القلب ده وهبدأ ألزقهم بلزق الشمع على جنب كده. بعد ما لزقت القلبين بالشكل ده هجيب المسطرة والقلم، قلم اسود الوان، وهبدأ اعمل سطور كده على القلب. دي اللي هنكتب عليها كلام. بعد كده هجيب قلب كده صغير وهبدأ ألزقه كده هنا على الكتف. وفي القلبين دول هنكتب حروف
اللي هنديله الكارت. وده كان الشكل النهائي بتاع الكارت، ده شكله من بره وده شكله من جوه زي ما انتم شايفين. اتمنى ان يكون فكرتي للكارت عجبتكم، ولو عجبكم ونفذتوه ابعتولي على صفحة الفيسبوك، هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف، ووروني شكله وان شاء الله تقدروا تنفذوه بسهولة وتطلعوه بشكل احلى من كده كمان. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واشوفكم الفيديو الجاي.